بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. نشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى الجهاز العصبي نيرفس سيستم، ونتفكر في إبداع الله سبحانه وتعالى وقدرته في خلق هذا الجهاز المتقن الرائع المليء بالجمال والعجائب. قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وسبحان الله، لتفكر فوائد عظيمة، يعني أجملها وأعظمها أنه يقودك إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه وحبه وخشيته، وهذا يجعل في قلبك راحة وطمأنينة وسكينة في الدنيا ونعيم في الآخرة إن شاء الله. وأيضا يعني يسهل عليك الفهم والحفظ بإذنه سبحانه وتعالى. نبدأ إن شاء الله. نيورولوجي هو عبارة عن العلم اللي بدرس الأعصاب. في البداية تشريح أناتومي فسيولوجي وظائف الأعضاء، وأيضا الفحوصات المتعلقة في الأعصاب والعمليات الجراحية والأدوية المتعلقة بالجهاز العصبي. الآن شو وظيفة الجهاز العصبي؟ وظيفة الجهاز العصبي إنه بيستقبل مؤثرات من external وinternal environment، يعني بيستقبل مؤثرات حسية من البيئة الخارجية والداخلية، يعني ممكن يكون مؤثر من داخل من الجسم، ممكن يكون خارجي زي الجلد، تمام؟ وبيعمل يعني بروسينج ومعالجة هاي البيانات، وبعدين بتتخذ قرارات وبحولهم على شكل ريسبونس استجابة، تمام؟ يعني إن شاء الله الكلام مفهوم. بتكون جهاز عصبي من برين الدماغ وسباينال كورد، وهذول شكله الجهاز العصبي المركزي، وأيضا بتكون من البيريفرال نيرف سيستم اللي هو كرينال نيرف الأعصاب القحفية اللي هم 12، والسباينال نيرف اللي هم الأعصاب الطالعة من الحبل الشوكي وعددهم 31. لأن نقسم البيريفرال نيرف سيستم لأوتونوميك لا إرادي وإرادي سوماتيك. سوماتيك بتعرفوا أنت بتتحكم بعضلاتك بتحركهم، بس أنت ما تتحكم بعضلة القلب تحكي لها قلب أنبض، أو مثلا للأوعية الدموية سموث مسل في الأوعية الدموية تحكي له يا وعاء دموي يا شريان أو يا وريد توسع أو انقبض، لا. أو مثلا الغدة الدرقية تحكي لها يا غدة انتج هرمونات، لا. سبحان الله، هاي كلها يعني الأوتونوميك نيرف سيستم لا إرادي مسؤول عنها. الآن الأوتونوميك نقسمه لباراسمباثيك وسمباثيك، يعني قدام شوي راح نحكي عنهم، بس يعني مؤقتا اعرفوا انه سمباثيك يعني تعاطفي، تعاطف معك في حالة الطوارئ، لما تكون يعني في حالة غير طبيعية، active and alert، في حالة اليقظة والانتباه، مثلا في حالة الخوف يعني active and alert، بيشتغل سمباثيك، بتعاطف معك الجسم. اما الباراسمباثيك في حالة الريست and digest، في حالة الراحة يعني حالة الدايجست اللي هو الهضم، تمام؟ اللي قدام شوي راح نعرف عنهم إن شاء الله. الآن ما بعرف هنا واضحة ولا مش واضحة، هيك أحسن إن شاء الله، تمام. النيرفس تيشو بتكون من نيورونز اللي هي الخلايا الأساسية المكونة للجهاز العصبي، والنيوروغليال سيلز اللي هي الخلايا الداعمة للخلايا الأساسية اللي هي نيورونز. الآن نيورونز اللي هي الخلايا الأساسية تتكون من شو؟ من دندرايتس اللي هي هاي التشعبات اللي طالعة من جسم الخلية العصبية، مسؤولة عن استقبال المؤثرات العصبية، تمام. والجزء الثاني اللي هو نيرف سيل بودي، جسم خلية في نواة نيوكلياس وأورجانيلز مجموعة من العضيات. والجزء الأخير هو الأكسون اللي هو جذع الخلية، وبنتهي بالتيرمينلز، تمام. الآن على فرض إنه جبنا خلية عصبية ثانية هون، تمام، مثلا هاي النيرف تيرمينال لخلية عصبية، تخيلوهم يعني هون عندنا النيرف تيرمينال اللي هو نهاية الأكسون مع دندرايت، تمام. شو بسموها هاي الاتحاد؟ زي هون مثلا، هون هاي هون دندرايت مع
كثير من نهاية عصب آخر نسموها سينابس، اللي هو اتحاد خليتين عصبيات، تمام. والمسافة اللي بينهم يسموها جاب أو كليفت، سينابتك كليفت. وسبحان الله يعني هاي مهمة جدا لنقل المعلومات في الخلايا العصبية، يعني خلية بتسلم خلية. والنيورو ترانسميتر اللي هو المادة الكيميائية اللي بتنقل المعلومات العصبية في النيورونز، يعني زي كيف الإلكترونات في التيار الكهربائي، نيورو ترانسميتر نفس الشيء، مواد كيميائية تنقل المؤشرات العصبية. تمام، خلصنا النوع الأول اللي هو نيورونز. الآن النوع الثاني اللي هو نيوروغليال سيلز. النيوروغليال سيلز هي الخلايا الداعمة وإلها وظائف كثير، منها خلايا تدعم، منها خلايا أهم وظيفة يعني إنه بتنتج المايلين. إيش هو المايلين؟ المايلين هو عبارة عن يعني مادة بتغلف الخلية العصبية، شايفين كيف تغلفها؟ هون بتغلفها، تمام. سبحان الله هاي لها وظيفة مهمة جدا، أولا تسريع التيار العصبي، تسريعه يعني أنت مثلا مؤثر عصبي مثلا لمست إشي ساخن على السريع يعني قبل ما تفكر تبعد إيدك عنه، سبحان الله. يعني من أحد وظائفها اللي هي المايلين شيث، بسرع النقل في الخلية العصبية. وبرضه كمان يعني زي ما مكتوب هنا انسوليشن، شو يعني انسوليشن؟ بيعزلها عن البيئة المحيطة، يعني مثلا إذا كان في تيار عصبي بيمنع دخول تيار عصبي آخر، بيعطل التيار العصبي الأول، تمام. حلو، الآن حكينا سنترال نيرفس سيستم تكون من البرين، الدماغ والسباينال كورد، حبل الشوكي. حلو، تكون من جزئين، اللي هو الجزء الأول جراي ماتر، شايفين لون سكني، والجزء الأول اللي هو الجزء الثاني اللي هو وايت ماتر جوا، تمام. شو بميز الوايت ماتر عن الجراي ماتر؟ إنه الوايت ماتر مايلينيتد، يعني عليها مايلين شيث بيغطيها، مايلينيتد، بينما الجراي ماتر ما في مايلين شيث، نوت شيتد، انشيتد، ما في ان مايلينيتد. حلو، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هون شايفين في الدماغ الجراي ماتر برا والوايت ماتر جوا، بينما الحبل الشوكي راح يكون العكس، وايت برا والجراي جوا، تمام. الآن البرين اللي هو أكبر من أكبر الأعضاء في الجسم، يعني مثلا بتقارن مثلا مع الهارت، مع الكدني، يعني من أكبر أعضاء وأهم الأعضاء في الجسم. حلو، اللي هو الدماغ. البرين الدماغ راح يكون coordinate most body activities، سبحان الله. يعني الدماغ ما تفكروا بس بيشتغل وقت التفكير، وقت لما تحل امتحان، وقت لما تدرس طب، لما تحل رياضيات، لما تفكر في مشكلة معينة. لا، هسه وأنا قاعد بحكي الدماغ شغال، هسه وأنت قاعد بتشوفني الدماغ شغال، وأنت بتسمعني دماغك شغال، هسه وأنا بتنفس وأنت بتنفس، والأوعية الدموية ماشي فيها الدم، يعني فضل الله سبحانه وتعالى كلها شغالة بدون ما نحس عليها، سبحان الله، بتنظيم الله سبحانه وتعالى يعني من خلال الدماغ، ما شاء الله. الآن بتكون الدماغ من أربع أجزاء رئيسية. الجزء الأول اللي هو سيريبرم اللي هو المخ، تمام. الجزء الثاني اللي هو سيريبيلم المخايخ. الجزء الثالث اللي هو داينكيفالون فيها ثلمس وهايبوثلمس، المنهاج تحت المنهاج راح نحكي عنهم هسه. والبرينستم اللي هو جذع الدماغ له ثلاث أجزاء، احفظوهم، ميد برين وبونز ومظلة أوبلونجاتا، راح نحكي عنهم مرة ثانية هسه إن شاء الله. السيريبرام اللي هو الجزء الأكبر من الدماغ اللي هو المخ، مسؤول عن الذاكرة، مسؤول عن الحكم على الأشياء، عن التفكير، مسؤول عن discriminate between items بين أشخاص، تمييز بين أشخاص، تمييز بين أشكال وألوان، تمام. الآن يعني اللي بنظر للدماغ أو بنظر للمخ من الخارج بشوف فيها يعني ارتفاعات وانخفاضات، تمام، بسموها جايراي وسلكاي. يعني هون زي في هضبة مرتفعة، بعدين في أخدود، يعني هون في صورة تقريبية كيف في سلساي أو سلكاي، بعدين جايراي، سلساي جايراي، تمام. فالمنطقة المنخفضة بنسميها جايراي، والمرتفعة بنسميها جايراي، والمنخفضة سلساي. الآن يعني
منقسم الدماغ لتو لوبس، جزء الرايت وجزء الليفت. تمام، الرايت مسؤول عن تمييز الأشياء والأشكال وتنظر للأشياء بشكل ثلاثي، وبرضه كمان مسؤول عن emotional content of words، يعني مسؤول مثلا سمعت كلمة تفهم الجزء العاطفي منها مش الجزء العلمي، مين مسؤول عنها؟ هاي الرايت. بينما الليفت مسؤول عن mathematical and problem solving، يعني لما مخك يشتغل صح سبحان الله بكون ايش، يعني الليفت هيمسفير هو الشغال. تمام، mathematical and problem solving، وبرضه كمان مسؤول عن الذاكرة ومسؤول عن الكلام وعن اللغة. الآن إذا أجينا نقسم كل واحد من هذول الرايت والليفت، لنقسمهم كمان لأربع أجزاء، يعني هذول الأربع أجزاء موجودات في الرايت وموجودات كمان في الليفت. له فرونتال لوب الأمامي مسؤول عن السبيش عن الكلام، مسؤول عن الحركة، مسؤول عن الشخصية. الأنتيريور اللي هو فرونتال لوب أمامي، البوستيريور اللي هو الخلفي نسميه اوكسيبيتال لوب، جاي في جزء خلفي من الدماغ مسؤول عن الرؤية فيجن. البرايتال لوب مسؤول عن اللغة، الآن نميز هاد برايتال لوب مسؤول عن اللغة، بينما الفرونتال لوب مسؤول عن الكلام، يعني في فرق بين اللغة والكلام. اللغة اللي هي تكوين الكلمات، أما السبيش اللي هو النطق بالكلمات، والأخير اللي هو يعني تمبورال لوب مسؤول عن الشم والسمع سميل اند هيرينج. اللهم صل على سيدنا محمد. خلصنا السيريبرم، الآن نروح على الجزء الثاني اللي هو داي انكيفالون. داي انكيفالون خلينا نعرف، يعني هو في أجزاء كتير، ولكن عشان يعني التسهيل داي معناها اثنين صح ولا لا؟ داي اثنين، ففيها جزئين ثرمس وهايبو ثرمس. ثرمس اللي هي المهاد، وهايبو ثرمس تحت المهاد. الثرمس مسؤول عن البين، عن البين الألم، وهايبو ثرمس مسؤول عن أمور كثير مهمة جدا جدا اللي هي تمبريتشر الحرارة، أبيتايت الشهية وسليب وسيكشوال أراوزل. يعني الثرمس والهايبو ثرمس يعني لهم وظائف كثير مهمة. تمام، وبرضه كمان مسؤول الهايبوثالاموس عن ريليز هرمونز فروم بيتيوتري جلاند، في غدة اسمها بيتيوتري، مين بنظم الارسال منها؟ هايبوثالاموس. الان الجزء الثالث اللي هو السيريبيلم، اللي هو ثاني اكبر جزء من الدماغ، اكبر اشي السيريبرم بعدين السيريبيلم. الان السيريبيلم يعني اكيد بتعرفوا انه المخيخ مسؤول عن شو؟ عن التوازن وعن يعني الاتزان. تمام، والشغل الثالث كمان مسؤول عن تنظيم حركات الجسم المختلفة والتنسيق بينها، البرين ستيم. اللي هو البرين ستيم اللي هو جذع الدماغ، مسؤول انه يربط، خلينا نرجع نشوف الصورة، هاي البرين ستيم اللي هو جذع الدماغ مسؤول انه يربط السيريبرم مع السبانال كورد، يعني مسؤول يربط الدماغ مع او مسؤول يربط السيريبرم المخ والمخيخ مع بعض، ويربطهم كمان مع السبانال كورد. يعني سبحان الله هو كحلقة وصل بينهم الثلاث، بتكون من ثلاث امور. ميد برين، عشان تعرفوا انه ميد برين يعني فيها برين، فهو اقرب اشي للسيريبرم، بعدين البونز في النص، وآخر شيء مظلة أوبلونجاتا. الآن شو وظيفة البونز؟ شايفين البونز وين جاي؟ أمام السيريبيلم، لذلك هو مسؤول إنه ينقل معلومات من السيريبيلم للسيريبرم. الميد برين مسؤول إنه ينقل معلومات من سباينال كورد للسيريبرم. تمام؟ الآن برين فنتريكل، حاس رح نقرأهم هنا، نقلت مع السلايد الثاني. برين فنتريكل اللي هي حجرات الدماغ، زي ما تعرفوا انه في القلب اربع حجرات، في
في كمان في الدماغ 4 حجرات، إيش هم؟ lateral يعني الجانبيات 2، واحد 2، الثالث نسميه third ventricle موجود في الثالمس، والرابع نسميه fourth ventricle موجود في السيريبيلم. نعرف إنهم كلياتهم interconnected، مترابطات متواصلات بين بعض، وكمان بيحتووا على سائل مهم جدا 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 اسمه cerebrospinal fluid CSF. هذا CSF watery clear fluid، إله وظائف مهمة جدا سبحان الله. أهم إشي إنه بيعمل protection للدماغ، يعني بيحمي الدماغ، بيحمي مش بس الدماغ، بيحمي الدماغ وبيحمي الحبل الشوكي الموجود في كل CNS. تمام، يعني بيحمي من شو؟ يعني تخيل ما في هذا السائل، كان أي حركة متحركها يمين يسار قدام، يعني الدماغ والحبل الشوكي بضلهم يخبطوا في الجمجمة والعمود الفقري، فبتجرحوا بصير فيهم نزيف، يعني بتدمروا وبصير معهم جلطات. الحمد لله. فيعني أول وظيفة له إنه إيش؟ بيحمي الدماغ والحبل الشوكي. ثاني وظيفة له إنه فيه يعني بيحمي من البكتيريا والفيروسات إنه يدخل على الدماغ. والشغلة الثالثة إنه بخفف وزن الدماغ، بخفف وزن الدماغ. تخيل إنسان يعني ماشي وكتلة الدماغ كلها حاس فيها في راسه، يعني فعليا راح يكون وزن كبير، أما لما يكون معلق في سائل سبحان الله راح يخف هالوزن. تمام، السباينال كورد خلصنا الجزء الأول اللي هو البرين، هسه السباينال كورد. الآن بدنا نعرف إنه السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي بيختلف عن الفيرتبرال كولوم اللي هو العمود الفقري. العمود الفقري هو عظم، العظم شايفين هذا العظم هو العمود الفقري، ولكن جواه في الحبل الشوكي، زي كيف مثلا الجمجمة جواه الدماغ، نفس الإشي هنا في العمود الفقري وجواه الحبل الشوكي. نميز كمان بينهم إنه الفيرتبرال كولوم كم عظمة؟ 33 عظمة، صح ولا لا؟ 33 vertebrae من السيرفايكال للساكرم، بينما الحبل الشوكي بيمتد من مظلة أوبلونجاتا اللي في آخر جزء من الدماغ لوين؟ للـL2، بس لهون للفقرة القطنية الثانية. هاي لها يعني سبحان الله تفسير إنه الإنسان لما ينولد بيكونوا ثنتين يعني نفس الطول، ولكن بعدين بصير في نمو العظم، بينما الخلايا العصبية بضلها نفس مستواها فبضلها عند ليفل L2. تمام، برضو كمان بروتكتد باي CSF اللي هو سيريبرو سباينال فلويد. متذكرين لما حكينا كم زوج فيه من الأعصاب اللي طالعة من الحبل الشوكي سباينال نيرف؟ صح، 31، بينما كم عظم فيه؟ 33، يعني في 31 زوج أعصاب وفي 33 عظمة. تمام، هاي الحبل الشوكي في يعني طريقين، طريق طالع مثلا اجى هون مثلا من الايد اجى عليه بيطلع الدماغ طالع، ايش بكون في احساس مثلا حرارة الم، وفي كمان نازل من الدماغ للحبل الشوكي للاعضاء، شو بنسميه؟ descending، يعني ascending طالع و descending نازل، ascending sensory احساس و descending motor نازل حركة. هاي بيعتبر كلهم أجينا أخذنا مقطع عرضي، وهي أجزاؤه السباينس بروسيس والترانسفيرس بروسيس وبادي فيرتبري. هاي جزء إيش؟ جزء يعني الفقرة الفيرتبري. تمام، وفي النص في إيش؟ الحبل الشوكي سباينال كورد. الآن من الجيز اللي هي السحايا، راح تأخذ كمان شوية في الجداول. من الجايتس، شو يعني من الجايتس؟ التهاب السحايا. التهاب السحايا هو كثير مرض منتشر خاصة عند الأطفال. تمام، المنجيز بتغلف CNS، يعني بتغطي البرين والسباينال كورد، هي 3 أجزاء، ديورا ماتر اللي هي الأم الجافية لأنها بعيدة عن الدماغ، والبيا ماتر الأم الحانية سوفت الأم الحانية قريبة من الدماغ، وبينهم في أركانويد لاير اللي هي شبكة عنكبوتية. حلو، الآن زي ما حكينا إنه بيطلع من الحبل الشوكي كم زوج من الأعصاب؟ 31، وبيطلع من الدماغ كم زوج؟ 12 زوج، اللي هم سموها الأعصاب القحفية والأعصاب اللي طالعة من الحبل الشوكي سباينال نيرف. الآن
النيرف هو عبارة عن بندل يعني حزمة من الأكسونز، وبتحمل المعلومات من أعضاء الجسم للدماغ والعكس. الآن في شغلة بسموها نيرف روت اللي هو جذر العصب. جذر العصب اللي هو المكان اللي بيلتقي فيه العصب مع الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ. تمام، هسه كيف بسموا الأعصاب؟ بسموا الأعصاب يعني حسب العضو اللي بتطلع منه أو العضو اللي بتغذيه، وممكن كمان نسموه حسب العضو اللي بتمر منه. الآن هذولا هم الكرينيال نيرفز. الكرينيال نيرفز يعني توقع يسألك الدكتور عن أي واحد منهم، يعني الله بعينكم ويقدركم إنكم تحفظوهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. بحاول إني يعني أسهل عليكم وأحفظكم إياها، ولكن بالأخير يعني نسأل الله أن يوفقكم ويعطيكم الجهد إنكم تحفظوهم. يعني الموضوع سهل إن شاء الله، وبإذن الله تحفظوهم بكل سهولة. 12 زوج من وين طلعت؟ من الدماغ. العصب الأول اللي هو olfactory nerve اللي هو العصب الشمي. تمام، أول عصب العصب الشمي. العصب الثاني اللي هو العصب البصري optic nerve. حلو، ممكن تشوف انه محلات بصريات بكون مكتوب عليها ايش؟ اوبتكس. اوبتكس صح، فمسؤول عن سنس اوف لايت، سنس اوف سايت يعني مسؤول عن حاسة البصر. خلصنا الاول والثاني الشمي والبصري. حلو، الان الثالث. الثالث نركز فيه شوي، اوكيولو موتور، مسؤول برضه عن العين بس مش مسؤول عن البصر، مسؤول عن حركة عضلات العين. حركة عضلات العين شايفين هنا في هاي العين إلها 6 عضلات. حلو، الأوكيلوموتور مسؤول عن كل العضلات إلا عضلتين، يعني الأوكيلوموتور هو اللي بيحرك العين يمين يسار كل شيء. تمام، بس إلا إيش؟ إلا عضلتين مين مسؤول عنهم؟ اللي بعدين مباشرة شو؟ التروكيلر الرابع، مسؤول عن عضلة بسموها superior oblique muscle. وثلاثة ضرب اثنين 6، abducens العصب السادس، مسؤول عن حركة العين للجهة يعني مش داخلية، الجهة الخارجية. تمام، turn eye to side. فصار عندنا oculomotor مسؤول عن كل عضلات العين إلا عضلتين، مسؤول عن واحدة منهم تروكيلر، مسؤول عن ثانية أبديوسنت. حلو، خلصنا 1 و2 و3 و4 و6. حلو، 5 اللي هو ترايجيمينال نيرف. ترايجيمينال نيرف اللي هو بسموه عصب ثلاثي التوائم، لأنه له 3 فروع بيغطوا أو بيغذوا الوجه يعني الإحساس والحركة. facial sensation and muscle of showing يعني الهضم، مسؤول عن عضلات الهضم مين؟ trigeminal. كم فرع له؟ 3، عشان سميناه تراي. حلو، اللهم صل على سيدنا محمد. الآن أهم عصب فيهم اللي هو facial nerve. facial nerve اللي هو العصب الوجهي. العصب الوجهي مسؤول عن يعني تعبيرات الوجه، الابتسامة، رفع الحواجب، يعني تعبيرات الوجه مين مسؤول عنها؟ العصب الوجهي. وبرضه كمان مسؤول عن تغذية الجزء يعني الثلثين الأماميات من اللسان، جزئين أماميات من اللسان. الآن نميز، احتمال نخربطك في الأسئلة، إنه يحكي لك مين مسؤول عن تغذية اللسان. بدك تفكر إنه الجزئين الأماميات مسؤول عنهم العصب الوجهي الفاشيال السابع، بينما الجزء الثلث الخلفي مسؤول عنه جلوسوفرانجيال التاسع. حلو، في احتمال يجيك في أسئلة الدوائر يعني هيك إنه الثلث مين مسؤول عنه؟ جلوسوفرانجيال التاسع، بينما الجزئين الأماميات ثلثين الأماميات مين مسؤول عنهم؟ الفاشيال. حلو، الآن الفاشيال يعني إذا صار فيه اعتلال أو خلل احتمال يأثر ويعمل شغلة عندنا بسموها بيلز بالسي. بيلز بالسي بيلز بالسي بيلز بالسي اللي هي يعني شلل
أو عدم القدرة على التعبير في جزء معين أو نصف الوجه. يعني شايفين هذا الجزء من الوجه مش عارف يضحك، مش عارف يرفع حواجبه، لما يغمض عيونه عيونه ما بتغمض تمام، فبكون كل إشي مدلع، يسموه بيلز بالسي، بكون مشكلة في العصب السابع. حلو، نرجع لفكرة اللسان. حكينا الثلثين الأماميات مسؤول عنهم الفاشل، والجزء الثلث الخلفي مسؤول عنه جلوستو فرنجيال. خلينا نخلص من جلوستو فرنجيال. جلوستو شو يعني جلوس؟ معناها لسان، فرنجيال معناها فرنكس وهو البلعوم. حلو، الآن مسؤول عن الإحساس من اللسان والإحساس من البلعوم. العصب الثامن نسميه فيستيبيلو كوكيلر نيرف. فيستيبيلو معناها فيستيبيلو والكوكليار، يعني فيستيبيول وكوكليا، هذول عضوين موجودات في الأذن الداخلية، مسؤولات عن إكويليبريم اللي هو اتزان، والهيرينج السمع. يعني الثامن مسؤول عن شغلتين، مسؤول عن السماع ومسؤول عن اتزان. متذكرين عن ايش ما حكينا عضو مسؤول عن اتزان؟ السيربيلم. تمام، خلصنا من 1 لـ9 الحمد لله. هسه ضايع لنا ايش؟ الفيجاس. الفيجاس يعني اطول عصب، الفيجاس بيلف الدنيا، عشان هيك سموه العصب الحائر، بيغذي اشياء في الوجه في الرأس، بيغذي اشياء في الرقبة، بيغذي أشياء في الصدر، بيغذي أشياء في البطن، سبحان الله، يعني بيغذي كثير كثير أمور. تمام، عشان يسموه العصب الحائر، فهو مكتوب إنه بيغذي الأبدومن اللي هو البطن والثوراكس الصدر. أكسسوري خلصنا 10، بدنا نضيف لهم 1 أكسسوري اللي هو إضافي. تمام، 11 بيغذي عضلات. أي عضلات؟ عضلات الرقبة وعضلات الكتف. هايبوغلوسال جلوس حكينا شو يعني؟ لسان. هايبو تحت اللسان، مسؤول عن تغذية عضلات اللسان. يعني الحكاية لك مين مسؤول عن الطعم أو إحساس اللسان؟ اللي هو الفيشيال جزء الأماميات، جلوس فرنجيال الجزء الخلفي، بينما هايبو جلوسال مسؤول عن حركة اللسان. يعني إن شاء الله الأمور واضحة وتمام. هاي يعني توضيح بسيط لحركة للأعصاب القحفية كرينال نيرف، وإن شاء الله تكون يعني وصلتكم الأفكار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن النيورونز زي ما تكلمنا في نوعين حسب الدايركشن، اتجاه أفرنت يعني صاعدة أو ذاهبة من الخلايا والأعضاء الطرفية للدماغ، هاي تكون سنسوري حسية، وبالعكس الإفرنت من الدماغ أو سباينال كورد سنترال للمصل والجلاند، هتسموها افيرنت يعني خارج ذاهبة للبريفري، تكون موتور حركية. الآن هنا السي ان اس، البي ان اس بيرفرال نيرف سيستم، حكينا اوتونوميك وسوماتيك، اوتونوميك لا ارادي والسوماتيك الارادي. اوتونوميك بتحكم بكثير اشياء، اهم اشياء لازم تعرفوها دائما وكثير تتكرر في الاسئله، اللي هم سموث مسل زي البلود فيسل. يعني انت ما بتحكي للأوعية الدموية تبعتك توسعي او ما تتوسعي، وما بتحكي للعضلات انقضي او ما تنقضي، عضلات القلب مش عضلات هيكلية، عضلات القلب. والهرمونات ما بتحكي تفرز هرمونات، يعني سبحان الله حسب الامور المحيطة بتم تنظيم امور بدون ارادتك. الآن الأوتونوميك نيرف سيستم حكينا عنه لا إرادي، نقسمه إلى جزئين زي ما حكينا في بداية المحاضرة، سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك. سيمباثيتك جاي من كلمة سيمباثي، شان سيمباثي تعاطفي، يعني مطلوب من الدكتور إنه يكون متعاطف سيمباثيك مع المريض، يشعر بمشاعره ويعني يحاول إنه يعني يحسسه إنه مهتم فيه. فهنا سموها sympathetic branch، يعني إنه الجسم بتعاطف معك في حالة الطوارئ وفي حالة الستريس وفي حالة الشدة. مثلا إذا كنت تواجه خطر، أو مثلا يعني في وضع غير طبيعي، مثلا كنت تركض خايف من إشي معين، دقات القلب بتزيد،
increase heart rate. الـ airways يعني المجال التنفسي بتتوسع عشان يزيد معدل التنفس. blood pressure ضغط بيرتفع. الدايجستشن يعني هسه وقت طوارئ مش وقت اكل صح ولا لا، فبكون في inhibition للدايجستشن، decrease نقصان هرمونات الهضم، والادرينالين بكون عالي. تمام. parasympathetic counter balance يعني عكس sympathetic، في حالة الراحة في حالة الهدوء في حالة الطمأنينة بتكون heart rate قليل، بكون blood pressure منخفض، بكون الإنسان قادر يأكل لأنه هرمونات الهضم بتكون مرتفعة وطبيعية. النوع الثاني بعد ما خلصنا sympathetic والأوتونوميك اللي هو voluntary somatic، تتحكم فيها زي عضلات جسمك. تمام. الآن بعض المصطلحات هالجدول أنتم تحبوها وسهل عليكم إن شاء الله. يعني نحكي بسم الله، الهيد سيفالو اللي جلو يعني فعليا أي إشي بربط بين الأشياء، فهو يستخدموها جلايا اللي الخلايا الداعمة، السيربرا حكينا عنه، المخ، منينجيز، سباينال كورد نسميه مايلو، السبيش نسميها فيز يعني زي هون فيزيا سبيش كلام، وكمان شوي قدام راح نعرف المصطلح اسمه افيزيا عدم القدرة على الكلام، تاكسيا اللي هي ماسك كوردينيشن يعني انك تتحكم بجسمك، اتاكسيا زي ما تحكي انه مش قادر تتزن يسموها اتاكسيا عدم القدرة على الاتزان، استيزيا بسموها نمنمة نحكي باراستيزيا خدران، بليجيا معناها شلل نحكي باراليسز هيمي بليجيا شلل نسبي، كوادر بليجيا شلل رباعي، باريسز مش باراليسز ولا استيزيا، باريسز ويكنس نحكي هيمي باريسز يعني نصف الجسم يعني ضعيف يعني قوة العضلات مش زي قبل، الجيزيا معناها بين نحكي انالجيزيا معناها مسكن ألم. تمام. شيث منجيز يعني له اسم تاني اللي هو ثيكو، راديكيلو معناه نيرف روت، بوليو جراي ماتر، نيورو نيرف منجيز مظلة، انسيفالو برين، يعني أمور سهلة إن شاء الله. ناس ما حكينا ألجيا بين اي ار يعني بيعود مثلا سيريبيلر سيريبرال اثنتين اي ال و AR معناها يعود لكذا، سيريبلايتس التهاب سيريبروسباينال له علاقة بالسيريبرام و سباينال كورد، انكيفالايتس التهاب البرين، مينجوما تيومر بالمنجيز، مينينجيال يعود على المنجيز، مينجايتس التهاب السحايا. نفس الشيء هون الأمور يعني حكيناها، بس في أنا حاب أحكي إنه اللي هي اكتومي، شان اكتومي ريموفال قص قطع نيرف، نيوريكتومي نقطع النيرف، مثلا في بعض حالات الم ما تستجيب للمسكنات ولا تستجيب لاي امور نعمل نيوريكتومي نقطع الجذور العصبيه بسبب الالم، نيوروبلاستي سيرجيكال ريبير اوف نيرف يعني نصلح النيرف صار مثلا في دمج نصلحه، نيورورافي سوتشر اوف نيرف صار في قطع، فبنميز بين بلاستي ورافي، رافي معناها سوتشر تخييط قطب، نيوروبلاستي سيرجيكال ريبير تصليح جراحي. الميلوغرام شان جرام ريكورد صح نحكي الكتروكارديوغرام اي سي جي، هو ميلوغرام سباينال كورد ريكورد، مايلايتس انفلاميشن بالسباينال كورد، بونتاين له علاقة بالبونز اللي هي جزء من برين ستيم، راديكولايتس التهاب في جذور الأعصاب، راديكولوباثي ثلمك له علاقة بالثلمس، انتراثيكال له علاقة بالمينجيز، حكينا انترا معناها انسايد فيعني التهاب داخل مثلا يعني أي باثولوجي داخل المينجيز، أنستيزيا اللي هو تخدير، أنستيزيولوجي اللي هو علم التخدير، نيوروسيرجري جراحة الأعصاب، أورا أورا صراحة يعني هي الحالة التي تسبق التشنجات والصرع،
ببلش المريض يحس بأنه كأنه بشوف ألوان، بشوف تهيؤات غريبة، مرات بحس نوزيا وغومتينج، بحس أنه غثيان. كونشيس اللي هو الإدراك لما هو محيط به، أنكونشيس مش مدرك لما هو محيط به، ويعني لا يستجيب للمؤثرات الخارجية. الكوما اللي هي فقدان الوعي أو الغيبوبة. نميز بين أنكونشيس اللي هي عدم القدرة على الإدراك، والكوما اللي هي غياب الوعي، غيبوبة، فقدان الوعي، وبين مصطلح بنسميه سينكوب. إيش هو سينكوب؟ اللي هو الدوخة. بتكون يعني فترة مؤقتة من عدم القدرة على الإدراك، بس ما بيكون في غياب الوعي، سينكوب بنسميها. فإيش هو مصطلحات؟ أنكونشيسنس وكوما وسينكوب. تمام. كونفلجن اللي هي تشنجات لا إرادية، انفولينتري، يعني بتكون متقطع، كونتراكشن، بتشد العضلات بعدين ترتخي، ريلاكسيشن. السيجر اللي هي مجموعة من الكونفلجن، تمام، وممكن تصير اسمها إبيليبسي، صرع. فوكال سيجر معناها سيجر في جزء معين من الجسم، مش كل الجسم. كاربل تانل سيندروم، الإيد قبليها في ساعد، صح ولا لا؟ فالجزء الداخلي من الساعد يعني في زي شبكة، هاي الشبكة أو الوتر بمر منها زي قناة، بمر منها أعصاب، عشان يسموها تانل، نفق، نفق بمر منه ميديان نيرف. ميديان نيرف هذا العصب، إذا صار عليه ضغط أو التهاب بيعمل خدران في بعض الأصابع، بسموها كاربل تانل سيندروم. غالبا بصير عند يعني سيدات البيوت من الشغل مستمر وضغط على هاي المنطقة. باراستيزيا يعني خدران، بيرنينج، تينجلينج سنسيشن. تريمور معناها الرجفان، يعني نعرفها انفولينتري، لا إرادي، ريبيتيتيف، متكرر، موفمنت. ديليريوم هي هذيان، نسميها حالة هذيان، أحد الحالات النفسية، بيكون في كونفيوجن يعني مشوش، ديس اورينتيشن، اجيتيشن، ممكن يعتدي أو يعني يعمل حركات لا إرادية، أو يعني يعتدي على الآخرين وهو مش حاس أو مش عارف. ديمنشيا يعني اعتلال القدرات العقلية. انكيفالايتس التهاب البرين والسباينال كورد. مينينجايتس التهاب السحايا، زي ما حكينا بيكون مرض كثير منتشر عند الأطفال، وبيعمل فيفر، وممكن كمان يأثر على أمور عندهم كثير، لذلك يعني لازم نشخصه بدري ونعطيهم مضادات حيوية مناسبة. سينكوب حكينا بنميزه عن unconsciousness، والكوما سينكوب اللي هي الدوخة. كوادريبليجيا اللي هو شلل رباعي، هي كومبراليسيز اوف ترنك ليج عن بلبك أورجن، تمام، يعني جزء معين من أجزاء الجسم، سواء الذراع، الرجل، أعضاء الحوض. ممكن يكون بارشل أور توتال، يعني كلي أو جزئي، أوف أبر إكستريمتي، الجزء العلوي، بعد الإنجري لسبينال كورد في بين الفقرة الخامسة والسابعة. البالسي اللي هو فقدان القدرة على التحكم بالحركة. هيمي باريسز، حكينا شو يعني هيمي؟ نصف. باريسز معناها ويكنس، فنص الجسم فعليا بطل فيه القدرة أو قوة عضلات زي قبل. باراليسز اللي هو شلل، الشلل التام، ممكن يكون تمبوري مؤقت أو مستمر. هيمي بلاجيا اللي هو باراليسز، شلل في جزء معين من الجسم، مثلا يمين، يسار، أما نسميه الفالج أو شلل نصفي. بس الشلل النصفي مشهور فيه اللي هو البارابليجيا. البارابليجيا بكون فيه شلل للور بورشن اوف بودي، يعني مثلا الأقدام والرجلين بكون يعني شلل، ولكن أور إكستنتي الإيدين وكل إشي فوق بكون طبيعي. الليثارجي اللي هو حالة من الكسل والخمول وعدم استجابة للمؤثرات الخارجية. سيريبرال كونكاجن اللي هو ارتجاج الدماغ، بصير مثلا بعد حادث سيارة أو بعد سقوط مفاجئ، وبكون في فقدان للوعي لمدة ثواني محدودة. نميزه عن الكونتيوجن. إيش هو الكونتيوجن؟ كونتيوجن كدمة للدماغ، كدمة للدماغ، بروزنج، كدمة، تمام، وبكون فيها unconsciousness وديزنس، يعني فقدان الوعي ودوخة واستفراغ
والبيوبيلز البؤبؤ والعين ما بيكون متساوي تنتين وتستمر هاي الأعراض ل 24 ساعة أو أكثر. هيك ميزنا بين السيريبرال كونكاجن ارتجاج الدماغ والسيريبرال كونتيوجن كدمة الدماغ. هذيك كلكم تعرفوها، وجع الرأس. الزايمر ديزيز، الزايمر ديزيز هو مرض بروجريسيف ديمنشيا، يعني فقدان التذكر وفقدان القدرات العقلية تدريجيا. يعني مشكلته انه يعني في البداية بيكون ممكن بينسى اشياء طبيعية واشياء متكررة، يعني عادي ممكن يتغلب على المشكلة، ولكن للأسف يعني بروجريسيف، يعني ممكن يعني يفقد الذاكرة في اشياء اساسية، يعني ينسى وين داره، ينسى يشرب مي، بنسى أولاده. فنسأل الله المعافاة. أستروسايتوما، الأستروسايت هي أحد أنواع نيوروغليال سيل، الخلايا الداعمة، بيكون شكلها زي النجمة. إذا صار فيها تيومر بنسميها أستروسايتوما. تمام، برين تيومر، تيومر ماس داخل البرين، والمشكلة فيه إنه الدماغ منطقة محصورة بالجمجمة، فأي يعني زيادة عن النسيج داخل في الدماغ يعني راح يعمل أعراض وعلامات خطيرة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. الآن عندنا سيريبرال أنيوريزم. سيريبرال أنيوريزم هو ضعف في جدار الوعاء الدموي، وبالتالي الدم وجدار الوعاء الدموي بصير له زي بالونينج، شايفين كيف زي بلج، انتفاخ، وهذا بيكون ريسك، يعني خطر، لأنه يصير فيه ستروك. عرفنا شو يعني الكونتيوجن. أفيزيا، حكينا أفيزيا معناها سبيش، القدرة على الكلام. أفيزيا عدم القدرة، زدنا إيه، عدم القدرة على الكلام. نسأل الله المعافاة. هسا أفيزيا نوعين، النوع الأول إنه بكون عنده الكلمات واللغة بس مش عارف يحكيها، والنوع الثاني بكون يعني بيحكي كلمات بس مش مفهومة. يعني نوعين من الأفيزيا، إما عنده صعوبة في يعني إيجاد كلمات الحكي يحكيها، أو إنه مش عارف يحكي أصلا. نسأل الله المعافاة. فيرتايجو اللي هو إنه تكون قاعد في مكان معين أو واقف في مكان معين بس حاس الدنيا بتدور فيك. هاي غالبا تكون يعني سببها التهابات بالأذن الوسطى أو الداخلية، الأذن الداخلية. بيرفرال نيورايتس، التهاب في الأعصاب الطرفية. سكال فراكتشر، كسر في الجمجمة. مالتيبل سكليروسيز اللي هو مرض التصلب اللويحي، هو بسموها ديجنريتيف انفلاماتوري ديزيز، يعني مرض التهابي بيعمل على تآكل المايلين شيث. مايلين شيث اللي هو حكى مغلف الخلايا العصبية. ففي هاي الحالة راح يصير في أعراض كثير مش مطلوب منكم تعرفوها، ولكن صراحة مالتيبل سكليروسيس مرض يعني لحد الآن في كثير نظريات وما في عليه فهم كامل، ولكن سبحان الله يعني كل حياة مريض تتأثر للأسوأ. سيريبرو فاسكولار أكسيدنت، سيريبرو فاسكولار أكسيدنت CVA اللي هي جلطة دماغية، يعني نقص التروية أو توقف التروية لجزء معين من الدماغ بسبب نزيف، بسبب جلطة، ثرومبس إمبولاس، فبصير ستروك. ويعني نميزه عن اللي بعديه ترانزينت اسكيميك اتاك TIA. TIA كمان نفس الاشي، يعني بصير في فقدان للتروية لجزء معين من الدماغ، ولكن بس بضل دقائق، يعني وقت قليل، يعني حتى أقل من دقائق. وكمان بعد ما يصير TIA Transient Ischemic Attack ما بيسبب أي تلف في الدماغ، ولكن CVA بعد ما ينقطع الدم عن جزء معين من الدماغ، بينقطع الأكسجين، بصير في مثلا Infarction، نقص التروية. بعد هيك يعني بصير في تلف دائم، وممكن يفقد حاسة السمع، حاسة البصر، ممكن يصير عنده شلل. نسأل الله المعافاة. ميجراين اللي هو صداع الشقيقة أو الصداع النصفي، وهو ألم شديد، وبكون عنده light sensitivity. light sensitivity يعني لما يشوف الضوء بخاف منه وبيبعد عنه على السريع، وبيحب يظل قاعد في مكان هادي ومكان مظلم عشان ما يزيد عنده الألم. يعني احفظوها، مو احتمال يجي سؤالها. إبيليبسي، وهي كمان موضوع سؤال، إنه إبيليبسي يعني
سيجر زي ما حكينا تشنجات، ولكن بيكون معه loss of consciousness، فقدان الوعي. تمام. وبيكون ليش يعني ليش بسبب فيه ليش بصير فيه epilepsy؟ uncontrolled electrical activity of brain، يعني شحنات زائدة وعدم انتظام نقل الكهربائية في الدماغ. الابسنس سيجر احد انواع الابيليبسي، وبيكون في loss of awareness و absence of activity، وغالبا بصير في اطفال، وزمان كان يسموه بتتمال سيجر. آن السيفري اثناء تخلق الجنيني ما بتكون الدماغ، وسبحان الله دول الاطفال يعني بيموتوا هم في بطن امهاتهم او بعد الولادة المباشرة. هيدروسيفالوس مذكرين CSF حكينا موجود في الفنتريكلز. في هاي الحالة CSF بيكون accumulated أكثر من الحد الطبيعي. باركنسون ديزيز هو مرض الرعاش، بيكون في تريمورز رجفان مستمر وويكنس ضعف عام، والعضلات تكون متجمدة وقدرتها على الحركة بتكون يعني أقل من الطبيعي، وشفلينج جيت يعني بتحرك رجليه قطعة واحدة، كمان بكون ظهره منحني للأمام وبكون وجهه بوكر فيس يعني ما في أي تعبيرات. ري سندروم مرض بصير في الأطفال، بكون عنده فايرال انفكشن وبأخذ أسبرين، فدول العاملين مع بعض بيعملوا أكيوت انسيفالوباثي أورجان دامج. سيربرال بالسي أثناء الولادة أو أثناء مريض في بطن أمه، ممكن الحبل السري يدفع المريض فبقل عنه تغذية الأكسجين، وبالتالي راح يعني يعني يصير في مشكلة في تكون الدماغ، وهي صراحة يعني مرض كثير سيء وله تبعات ومضاعفات خطيرة. spinal cord pathology poliomyelitis viral infection في spinal cord نسميه شلل الأطفال. paralysis ممكن يكون mild and temporary or severe and permanent. spinal cord injury trauma للspinal cord وممكن تؤدي إلى شلل سباينا بيفيدا ومنينجوسيل وميل ومنينجوسيل. خلينا نشوف صورة عشان نفهمهم. شايفين هنا السباينا بيفيدا السباينا كورد مكانه والمنينجيز مكانهم، ولكن في فيلر للامينا يعني الجزء الخلفي من الفيرتبرال كولون انه يتكون، ولكن مغطى يعني فات وسبتنس شو سكن، وبتلاحظوا هون ايش في كمان في ديمبلينج اوف سكن انخفاض في السكن، وفي كمان هير. منينجوسيل بيكون صار في ساك بروتروجن يعني اول اشي البوستيريو لامينا صار في مشكلة في تكونها، وكمان صار في بروتروجن يعني طلعت ساك لبرا، ولكن السباينال كورد ضلوا محلو. الميلو منينجوسيل بيصير في ساك وبتطلع سباينال كورد وبتطلع منينجيز في الساك. طبعا اخطر واحد ميلو منينجوسيل واقل واحد خطورة سباينا بيفيدا. مذكرين في لما حكينا عن الكراني نيرفز حكينا العصب السابع شو اسمه؟ فيشل نيرف. الفيشل نيرف مسؤول عن وظيفتين، وظيفة الأولى facial expression تعبيرات وجه، والوظيفة الثانية اللي هي تيست الذوق في أول ثلثين من اللسان. وحكينا كمان إذا صار في مشكلة يعني بصير في فقدان في تعبيرات وجه وعدم القدرة على الابتسام ورينكلز تبعون الحاجب بتروح، وإذا بده يغمض عينه ما بيقدر. جيلين بيري سندروم مرض أوتو أميون مرض مناعي بصير في الجهاز العصبي، والدكتور لما شرح المحاضرة يعني كأنه لغى أنا سمعت حكى ما تدرسوه مش مطلوب، بس هو غالبا يعني إنه تعرفوا عنه هو تقريبا زي المالتي سكروسز بهاجم مايلين شيث. أوتو أميون مرض مناعي ذاتي وبيبدأ في الأطراف السفلية وببلش يصعد يعني ببلش في الليجز بعدين بيطلع للأعلى. تمام. مايستينيا جريفز هو عبارة عن ماسكولار ويكنس ضعف العضلات
وإرهاقها. يعني بتكون بدك تمشط، ما بتقدر تمشط، يعني أمور اعتيادية كنت تعملها زمان ما تقدر تعملها، ضعف في العضلات. شو سببه؟ سببه نيورو ترانسميتر اللي هو هون أسيتيلكولين انسفيشنت، انسفيشنت غير كافي، السينابس مكان ارتباط الأعصاب، الحزام الناري، شينجلز إيربشن يعني تفشي وظهور أوف بين فول بليستر، فقاعات مؤلمة أون بادي، ألونج نيرف باث، مثلا هنا في نيرف على طول النيرف تظهر هاي الفقاعات، بسموه حزام ناري لأنه يجي على شكل حزام، ممكن كمان يجي على على الخصر أو في الوجه. شو الفيروس مسؤول عنه؟ هيربس زوستر فيروس. الآن إذا صار فيه هيماتوما، شو يعني هيماتوما؟ تجمع دموي في الدماغ، له أكثر من مكان ولكن أكثر ثنتين مشهورات ومنتشرات اللي هم إبديورال هيماتوما وسبديورال هيماتوما. إبديورال بيكون أوتسايد ديورامتر، متذكرين أم الجافية أحد المننجيز، خارجها بنسميه إبديورال، إبي معناها فوق، سبديورال بيكون سب تحت، ديورال يعني تحت الديورة، تمام. وفي فروقات ثانية بينهم بس أهم شي تعرفوا هنا، تعرفوا الموقع. الآن بعض طبعا نحكي الحمد لله رب العالمين، ربنا عافانا من هذه الأمراض ونسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة. كلينيكال لابراتوري تيست، بعض الفحوصات نستخدمها في أمراض الجهاز العصبي، سيريبروسبينال فلويد أناليسيز CSF، بنعمل له فحص عشان نشوف فيه انفكشن أو إنه بلد في هذا السائل، وغالبا نستخدمه لتشخيص مينجايتس التهاب السحايا. لمبر بنكتشر في الفقرات القطنية، نأخذ منهم عينة من سباينال سيريبروسبينال فلويد، فعليا زي ما ناخذ منه نيدل من دخله، بعدين نسحب العينة في السيرنج ونعمل له أناليسيز فحص. Diagnostic Imaging التصويرات واستخدام الصور في تشخيص أمراض الجهاز العصبي، Brain Scan نعمل صورة للدماغ بعد ما نحقن Radioactive Isotope يعني مادة شعاعية في الدم، سيريبرال انجيوغرافي نستخدم لتشخيص سيريبرال انيوريزم. خليني اورجيكم السيريبرال انيوريزم، نتذكر مع بعض. هاي السيريبرال انيوريزم بيكون في ويكنس في البلود فيسل، نستخدم السيريبرال انجيوغرافي. ايكو انسيفالوغرافي، ايكو معناها التراساوند، موجات فوق صوتية للدماغ. CT Commutative Tomography صورة طبقية، الصورة الطبقية أو المقطعية نستخدمها لتشخيص أورام الدماغ والحبل الشوكي. مايلوجرافي بطل يستخدموه حاليا، نعمل إكس راي بعد ما نعطي مادة ملونة عشان نشخص أمراض الحبل الشوكي. بالنسبة للفليكس دكتور في الشرح ما شرحه، حكم مش مطلوب منكم، ولكن هو يعني ريفلكس يعني ردة فعل بتكون طبيعية عند الأطفال، ولكن عند البالغين وبعد عمر معين تعتبر يعني مؤشر لأمراض معينة في الدماغ. إلكترو إنسيفالوغرافي EEG نفس فكرة الECG، نعمل ريكوردينج الكتريكال أكتيفيتي أوف برين، نعمل تخطيط لكهربائية الدماغ عشان تشخيص أمراض معينة منها أمراض النوم وأمراض الصرع والشحنات. الكترومايوغرافي من هنا مايو، شو يعني مايو؟ معناها مسل، فبنعمل تخطيط للعضلات، تخطيط لكهربائية العضلات والأمراض المتعلقة بضعف العضلات مثل مايستينا جريفز زي ما قبل شوي حكينا. رومبرج تيست كمان دكتور في الشرح حكي مش مطلوب منكم، ولكن احنا بنمر عليه على السريع، يمكن يجيكم في الامتحان ما بتضمن. examination used to evaluate cerebellar function، cerebellar function يعني فحص الاتزان والتوازن.
في المخيخ، نيرف كوندكشن فيلوسيتي، سرعة التيار العصبي في العضلات، نيرف كوندكشن فيلوسيتي عشان نقيس سبيد للإمبلس. MRI صورة الرنين المغناطيسي نستخدمها عشان نشخص الأمراض المتعلقة بالسوفت تيشو، يعني أهم إشي تعرف السوفت تيشو والفلويد، وبيميزوا إنه ما في راديشن مش زي السي تي والإكس راي فيها راديشن، لذلك هو آمن للحوامل. سيرجيكال تريتمنت متعلقة بالجهاز العصبي، يعني الحمد لله رب العالمين فرجت لاي آخر سلايد ونخلص إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سيريبرو سباينال فلويد شنت شنت شان شنت تحويله. تعال نرجع صورة قبل صورة الهايدروسيفالس. الهايدروسيفالس لما حكينا بيكون فيه سي اس اف كتير في البرين فنتريكل، عشان نتخلص منه نعمل تحويله منه لوين؟ للابدومن للبطن، عشان يعني ما يضل موجود في الفنتريكل ونتخلص منه في الابدومن. ممكن كمان أماكن أخرى، ولكن يعني أكثر شكمون الأبدون. تمام، فإيش بنسميها هاي؟ شنت. تمام، شنت تحويلة. لامينكتومي، لامينكتومي removes part of vertebrae، الفقرة بيكون جزء الخلفي منها بنسميها لامينا. اللامينا لما نشيلها بنسميها لامينكتومي، لا indication معينة، يعني بعض الأمراض تطلب منها عملية جراحية مش مطلوب منكم كرايو سيرجري. كرايو تجميد، يمكن أخذته في الهيستولوجي، كرايو معناها تجميد. ف بعض التيومرز وبعض الآلام وإيقاف النزيف نستخدم الفريزنج التجميد. ثلاموتومي، جزء معين صغير من الثلمس نعمل له ديستركشن لعلاج الباركنسون ديزيز، مرض الرعاش. كرينيوتومي، شو يعني اوتومي؟ معناه نعمل اوبننج. اوبننج وين؟ بالكرينيوم، بالسكال، عشان نوصل للدماغ نعمل عمليات معينه. ومن عمليات لما حكينا قبل شوي هيماتوما، تجمع دموي، ممكن نعمل كرينيوتومي ونعمل ريموفال لهذا التجمع الدموي. تراكتوتومي، سيرجيكال كات اوف نير تراكت، نعمل كات لقناه عصبيه لعلاج آلام اللي ما بتستجيب للمسكنات. آخر عملية اللي هي تيرفينيشن أو التربنة، نعمل فتحة في السكال الجمجمة عشان نقلل انتراكرينيال بريشر، نقلل انتراكرينيال بريشر بسبب زيادته في أمراض معينة. والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا إن أنجزنا شرح الجهاز العصبي، والحمد لله رب العالمين. أنا كثير كثير استمتعت معكم، ويعني تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ما شاء الله عالم من الجمال، يعني وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى في العام الثالث ستدرسون في الجهاز العصبي، وفي العام الخامس باطن الأعصاب وجراحة الأعصاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يفتح عليكم وأن يوفقنا لاستخدام هذه النعم في طاعته. يعني سبحان الله، الحلو والجميل في الجهاز العصبي إنه بيدخل في كل أعضاء الجسم، يعني العين مرجعها للجهاز العصبي، والكلامنا مرجعها للجهاز العصبي، والحركاتنا كلها، يعني كل أمورنا سبحان الله، نتنفس نتحرك، يعني كل أمور بتنظيم الله سبحانه وتعالى من خلال الجهاز العصبي. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ونستخدمها في طاعته. وأنا حبيت أذكر هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر معناه لا تحول من شيء إلى شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على فعل شيء إلا إذا قواه الله. فإذا كنت تجد صعوبة بالفهم والحفظ والدراسة، يعني أكثر من هذا الذكر، وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وكثرة الدعاء والجد والاجتهاد والصبر في الدراسة، يفتح الله سبحانه وتعالى عليكم بالتوفيق والبركات. أنا كنت معكم أيمن مناصرة، طالب طب سنة سادسة، زميلكم، وأي مساعدة أنا أي استفسار أنا جاهز إن شاء الله. السلام عليكم.